بسم الله. دلوقتي وانا برسم الحوائط محتاج ان انا ابقى عارف الحوائط ده اصلا مرسوم قد ايه، تمام؟ فعندي اداة جميلة جدا اسمها ميجر او بحرف الام. ممكن اجي هنا على الاداة اللي هي ميجر وادوس او ادوس حرف الام، بدوس اول نقطة تاني نقطة، بيقول لي ان الديستنس بتاعي 100، تمام؟ وبيكمل معايا، يعني ممكن اروح واخد برضو نقطة كمان بحيث ان انا اقدر اجيب مثلا المساحة. ما دمت خدت اكتر من كده النقطة بيبدأ يديني الاريا بتاعتي هنا مثلا 5 متر ونص، تمام؟ هدوس كيوب عشان اخرج. لو انا عايز اقيس اي حتة تانية ام، بقول له مثلا اقيس لي من هنا لهنا، بيقول لي دي 200، تمام؟ طيب لو انا بدور على المساحة نفس الاداة برضو، هدوس اول نقطة اداة ميجر من هنا لهنا لهنا. لو انت عايز تجيب المساحة بقى من بره اهي بس 7 متر عشان انت دخلت الحوايط معاك في قلب القياس. فهي ده سهلة وبسيطة وبسهولة بتقدر تجيب الميجر الاريا او بتقدر تجيب الديستنس بسهولة جدا. عندي برضو أداة سريعة بتساعدني اللي هي السناب. ممكن انا اقول له انا عايز في نص الحيطة. لو انا برسم وول اجي هنا اقول له انا عايز في نص الحيطة، خلاص فبيبدأ الرسم في نص الحيطة. ممكن اقول له لا انا مش عايز في نص الحيطة، انا عايز ديفيجن اقسمها لتلات اقسام. اجي هنا الاقي ان انا عندي اول قسم وتاني قسم، بقت الحيطة عندي اتقسمت تلات اقسام، وابدأ ارسم الحيطة بتاعتي. ممكن اقول له لا ده انا عايز نسبة 20%، تمام؟ وممكن تيجي هنا وتظبط المقاسات اللي انت عايزها، تمام؟ وممكن اقول له لا ده انا عايزها ديستنس متر. ونيجي على الحائط ديت اهي، بلاقي ان هو قسمها لي كل متر، الحيطة اتقسمت كل متر. فممكن اجي مثلا عند المتر دوت وابدأ ارسم الحائط بتاعي.